ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. ذكريات أيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة. Yeah.
جزيلا لكشافة القيروان، نشكركم. من شنو رأي الجمهور بالضبط في هذين العرضين؟ رأي الجمهور حاضر. فترة استراحة، لكن استراحة هادفة، لا نقدم التهريج لو سمحتم، أقولها بكل فخر، نقدم الترفيه الهادف. نور الدين بن عياد، المنجي العوني، وفوزي كشرود يساهم معهما في هذا العرض. نور الدين بن عياد، المنجي العوني. القور التشويش لا والحس لا، رد بالك بخر تاني، حضروا الكوامن وحضروا البخور. وبوي خوي البخور الزبل حس وقت انفس يا الزبل حس يا الزبل حس اهم جاو بابا نوال وش معكو بابا نوال جا البخور ركبالك بيكم نوال لا كلام ولا جدال، البيبان تتحل والشايح يتبل، تجيني مقوس تروح تضحك وتبوس، نوريك العجب اللي عمرك ما قريته في الكتب، نجمد الماء وناقف بنهوة وفضاء أو خياني بابا نوال. أبا نوال حنان صدري خرخش كل راديو يمشي بالقاس، ولكن أطلع ثلاثة درجات أبا نوال نحس في قلبي يعصر علي ووجهي يولي أصفر كل قارسة ورتسناك الموزة الشيح. أبا نوال حنان اسمع وليدي، أنت مرضك مرضين طول طولين وعرض عرضين، ولا بلي بال ما يدويك العمك نوال. أبا نوال مزبادة كثر علي التخمام، وليت نتكيف في النهار ستة باكوات دخان، فز الصباح بين وين نلقى ذري ولادي الكل دايرين بيا بين وين 10 ذري وامو 11 ونايا 12 تصدينا سيرفيس كومبليت بين وين، وما حبش تكسر منهم حتى قطعة نرتاح منهم بين وين حنان. قلت لي عندك 10 والمرأة 11 وانت 12 شوية، علاش ما جبتش 22 وسافرت بيهم للأرجنتين ولعبت الكوب دي موند مرتين وتهز الشامبيونات في نهارين، ولا بلي بال ما يدويك العمك نوال. أبي نوال الناس تفز على تعيش السرديك، وناس على النواقيز متاع الفياقة، ونايم فز على نغمة هات يبدو على الصباح هات لحلي بهات حي الدخان. تشعل النار وتقول لي الدخان منين؟ تشعلوا النار وتقولوا لي الدخان منين؟ تهبط اللافينين تهبط اللافينين من ديماش الفمدي، تلقى الكراهب في الكياسات تهد وريحة الليصاص والمزوت عاتية مسد
وتقول لي دخان ولا بلي بال ما يدويكم كان عمك نوال. أبي نوال نروح من الخدمة مع الفطور نلقاهم العشرة ذري شدين مغارفهم وعاملين القير دوزيام قير مونديال مع قصعة المقرونة وما تسمع كان قربع قربع تتبدل النغمة من هات هات لنزيد زيد المقرونة زيد حل زيد المقرونة دخان كومبليت في النهار ابي نوال الزيادة تبدلت النغمة من هات هات ولات في زيد زيد كالعادة طالبين الزيادة اسمعني كيف ولت الحكاية هكا تدخل لشركة المقرونة وتتكى وفي عود الشهرية تاخذ مقرونة نية وكاكا يترق للأفار لا مغارف ولا بقار ولا بلبال ما يدويك كان عمك نوال. أبي نوال نروح في الليل في الليل يبات الحس ويكثر التمتين عشرة ذري في عشرة تراكين شدين عشرة كتب وعشرة كرا ريس وعشرة كرا طيب وامهم بهراوة ماشية جايك يا شاف شانتي يثقوا بي أبي نوال يقولوا لي وتتبطل الرغبة أبي نوال من هات هات زيد زيد تولي الحب الحب وتولي الحب كتاب الحب المشاكل اللي بدات عليك تصب والدخان الطرب والتعب اللي بدا ياكلك سيصير ثم سبب ثم سبب باباي نوال ثم سبب بريمير مو نكلمك جونتي مو هات هات يلزمها برشا شطحات ضريبة جارك وضريبة تويست وشوية سمار في وسط البيت ديزيام مو نكلمك فرانش مو زيد زيد يلزمها حل أقوى من الحديد صبات شوكولاتة وتزيد معاها شوية روزاتا وتروز يمو نكلمك ديركت مو هذي نحب الحب اللي عنده الكعب يلعب كيما يحب يزمك تعمل يلزمك تعمل شجرة السبا وترد ولادك بومتا وتزين الشجرة بالنوار وتطيح في المصروف وما شدش الفراء هاي بابا نوال ما بيكم نوال لا كلام ولا جدال البيبان تتحل والشايح تبل تجيني منكوس تروح تضحك وتبوس وريك العجب اللي عمرك ما قريته في الكتب نجمد الماء وناقض بين هوا وفضاء هاي بابا نوال نجبد البطانية ونرقد وصباتي في رجلي يا أبي نوال مرضك جاب النوم على خاطرك مهموم إنه فبا دورمير وقت اللي انت عايش في قاع البير أبي نوال نحلم نادمة نحلم عندي مرض الحلو كلنا نحلم على كلون يا كريمة الفيلم ورا الفيلم أبي نوال أسمعني إذا كان حلمتك لون متراج شارك بها في مهرجان كرطاج وإذا كان حلمتك الكل عجاج هز الغسالة تعمل لها لافاج أبي نواه نحلم بروحي عندي دار كبيرة فيها 30 بيت نور و30 بيت سالة و30 بيت قعال و30 كوشينة و30 جنينة و30 بيسية وولادي ذري نتاعي العشرة لابسين مايواتهم هم يا أمك كجرع وأمهم وأمهم ماشية هكا كي طاوسك تقذف في الزهور ونايا أبي نواه نحلم بروحي نحن بروحي قاعدك على على كرسي كبير ونكيف في سيجارة طويل كاك البطوم تاع الضوء بين وين ونحن شيخين والنغمة بين وين تبدلت من هات هات زيد زيد نحب نحب ولا نحن شيخين حي حي نحن شيخين نحن فرحين نحن شيخين نحن فرحين
ابو 30 باش تخليك مريض عامين. اش لازك تطلع للعلالي وانت عايش اللوطه تكالي؟ تي في موطي لهو وانت عايش اللوطه فلو. ابينا وين حقا؟ ابينا وين؟ ابينا وين؟ ابينا وين؟ نعلم بروحي مو داير على روحي. نعلم بروحي عندي 30 بيرو و30 سكرتيره و30 خديه و30 شاوش و30 تليفون ونايصل ونجول. لا نحلم بروحي كان مدير ما يتكلم اي حد. مدير اسيدي اللي جي مخ انطردونا، اللي جي في الوقت انطردونا، اللي ما يخدمش انطردونا، واللي يخدم انطردونا، واللي ماشي انطردونا، واللي جاي انطردونا، واللي طالع انطردونا، واللي هابط انطردونا. اسيدي علاش تبعدوا بعيد ابونا وين؟ حتى التطريد، حتى التطريد طردونا. هذا يا ولدي نحلم ابونا وين نحلمه؟ هك فرغت الشركه وظهرت مدير انتيكا وطردت الخدامه الكل. ماني نحلم بروحي عاد مدير على روحي. مدير على روحك من اللي حلمت مدير عملت جوانح واللي تتحب تطير. اضطرت في الخدامه وترجع عليهم في الملامه. انت فطيف وتسخايب التطريد تنظيف. اسمع وليدي المهور. اسمع وليدي واش بيك بينا ويا يا ين؟ هات ايدك فيدي خوذ ونقول لك كلمتين. اتفضل بينا ينحولك الضبابة على العينين. حل الوذين يلزمك تعمل شجرة بالنوار ونحي البلاطة وكل الشوكولاتة. وتحب تولي محبوب انزل على المشروب وطول الطواف الصهرية ما تاكل كان الدندا. طول الطا ما تاكل كان الدندا. طول الطا ما تاكل كان الدندا. هاي بطل هاي. اسمع وليدي اخر كلمة انا نقول ليك بريمير مو. لا لا بريمير مو لا بنت يما. واش هي واش هي لك لعبه ضايعه بينا وين؟ ما نحكي لك على الذري والعائله وانت تقول لي كل الشوكولاته. ما نقول لك على المشاكل اللي حرقت لي الطاسه بتاع مخي وانت تقول لي اشرب الروزاته. اه ما يحاير في فلوس بتاع الكتب بتاع الاولاد وانت تقول لي اشري شجره بتاع سبام ولا واش هي؟ اه تغربوا فينا بالشطيح وتهربوا فينا على الصحيح. لا حي لا حد شيء. وانت حنانه وجابك لينا؟ اه انا وين؟ احنا عندنا العشاورة عندنا المولد عندنا العياد وانت بنا وين وجابك لينا؟ انت لا كلينا ونحن لا لينا. اسمع بنا وين لا دجال ما عادش تاكل كلام الضاي وما عادش نغرم من بيت نحن. ابعد علي الدجال. بنشد ليلة راس العام وراسك يا بابا نوال معاك صارنا نساوي رجال. خلتنا مشيت لحمام بنشد ليلة راس العام بنشد ليلة راس العام. شجرة العب المنشار قربت هالتزيين الدار وبشمع اللون مختار. علم ما يهون الدينار ونميل مركز لقدام. قلبنا مشيت لحمام تنشد ليلة راس العام تنشد ليلة راس العام. متخبي يزيد على دوختنا دوخة هذا يصب وهذا يعبي استنى والكبدة منفوخة من رقص العالم.
غربي للغربي دور يا خويا الاحزان. قلدنا مشيت الاحمام تنشد ليلة راس العام، تنشد ليلة راس العام. جاج محمد بيه النيل حوت الكوشة شيه بال، ساعة تكتب نص الليل عقربها تطلع موال. فتنا بالطبخة يا دين فتنا باللي المركب عام، قلدنا مشية الأحمام تنشد ليلة راس العام، تنشد ليلة راس العام. قالوا العام الهجري لينا وقالوا الميلادي خطينا، قلدنا الغرب وتبلينا ولا عادت بيبي داوينا. عمنا في الناشح ومشينا صوت الماضي علينا لام، قلدنا مشية الأحمام انشد ليلة راس العام، انشد ليلة راس العام. ترسينا باينا ولا هنا بالمناسبة في نجيل بالمناسبة في نجيل نشكر الفرقة اللي عاونتنا الأسبوع الفارط بالموزيكا، النجم الذهبي واليوم مثل تعاون فينا وفوزي كشروت وسي أحمد زاوية في الشعر الغناء وفي التلحين سعد كريم أصحابه والأستاذ نجيب الخطاب وحمد يعرف. شكرا جزيلا. اعتقد ان ثم ضيوف ينتظروا في الصالون. اصلا نجيت على كل نجيت ربما يتسالوا الساده النظاره يقولوا زياره اخرى نجيت في قولوا اشتراك في برنامج لو سمحتم. نقول حتى نسبق الاحداث انه اول مره زارتنا نجيت عطيه في برنامج لو سمحتم كانت بمناسبه تتويجها باغنيه شمس النهار في سباق الاغاني، ثم كانت المناسبة الثانية عندما كانت ضيفة الساعة السابعة كان دورها في آخر ديسمبر، الوقت لم يسمح لنا بإضافة الأغنية الثانية اللي كانت مبرمجة فجددت لها الدعوة لتأمين الأغنية. اليوم تأتين مع الفرقة القومية، ماذا ستقدمين مع الفرقة القومية الوثيقة؟ اليوم باش نغني أغنية معروفة هي الزمان حاكم علينا. كلمات كلمات عبد الحميد الربيعي وألحان حمادي بن عثمان. إن شاء الله حكم الزمان مش قاسي نجات. والله أنا أقول إن شاء الله حكم بعض الناس مش قاسي. مع الفرقة القومية للموسيقى بإدارة الأستاذ حمادي بن عثمان والزمان حاكم علينا إن شاء الله بالخير والبركة ونجات عطيه. Thank you.
الزمن لا مش بيدينا، الزمن حاكم علينا، الزمن مش بيدينا، الزمن حاكم علينا. لا يفيد الحنان في حكم الزمان، لا يفيد الحنان في حكم الزمان. أولاد منه النسيان يقدر ينسينا، أولاد منه النسيان يقدر ينسينا. Thank you.
نعم شكرا. مرحبا شكرا. الجديد هو جديد 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 تاع اليوم. اي نعم. عذابي طول على الجديد. عذابي دمع تاع اليوم. كلمات كلمات الحبيب محنوش والحاني. هذه لحن جديد عملته. يعني انتاج 87. انتاج 87. عنوان القطعه عذابي. عذابي لطف من العذاب. ان شاء الله عذاب خاطر ثم عذاب مر وعذاب حلو. لا لا عذاب مستحب مستحب. اذا مع الفنان شكري وزيان. عذابي طول علي عذابي دمعت عيوني تسيل عذابي طول علي عذابي دمعت عيوني تسيل طالبي وطول عيت ما نتحمل طالبي وطول عيت ما نتحمل قلبي وطول عذابي يا خسارة يا خسرت صوتك يا عين في اللي ما سمعت في اللي ما حبي وسيل يا خسرت دمع يا خسرت صوتك يا عين في اللي ما سمعت في اللي ما حبي وسيل لو كان الدمع يداويني مسكت دمع بدمع عذابي قلبي يا وطول عيت ما نتحمل قلبي وطول عيت ما نتحمل قلبي وطول قلبي يا وطول عذاب
طول عليك. شكرا. فقرة من الفقرات الجديدة اللي قدمها برنامج على الهواء، لكن قدمها في الحلقة الأولى فقط، وتعود هذا المساء باعتبار أنه كما قلنا منذ الحلقة الأولى فقرات هذا البرنامج تتغير، ليست بثابتة. في كل أسبوع نحاول أن نقحم بعض الفقرات ونبقي البعض، ثم تعود نفس الفقرات في حلقات أخرى. فكر وساعد تيسيرا لمهمة الشباب الموجود معنا، اخترنا شباب من جندوبة، ولاية جندوبة، وشباب من كرتاج، أعطينا مسؤولية أنهم هما يرشحوا شكون باش يشارك. في ظرف 3 دقائق مطلوب منكم من خلال أسئلة وأجوبة ما يرد عليها الضيف إلا بإيه ولا لا، نعم أم لا، تحاولوا تتعرفوا على المهنة متاع الأخ. ظن واضح وواضح جدا. المسابقة الأولى كانت الفرنقي، اليوم مهنة أخرى مطلوب منكم أنكم تعرفوا عليها. إذا نطلب بكل لطف من الأخ عبد الجبار أنه يعطي تأشيرة الإيقاع لثلاثة دقائق، ثم نعرف من يجيب الجواب الصحيح. التوقيت وتبدأ الأسئلة متاعكم، تفضل. هل أن عملك في الليل؟ لا ما نتجاوبش حتى إيه ولا لا، تعطيك سؤال كيما هكا ما تجاوبهاش. نعم. عمل يدوي؟ لا. وظيفة عمومية؟ نعم. فما زي خاص تلبسه؟ نعم. قاضى أجر أكثر من 50 دينار؟ لا. عمل تقليدي؟ لا. عمل كتابي؟ لا. تابع شركة ولا إدارة؟ لا تسلسل واحد، عمل شركة ولا إدارة؟ شركة. لا. عمل خاص؟ لا. عمل رياضي؟ لا. هل أنا ظروف العمل حسنة؟ بها البيني هذه موجوده مش موجوده ايه لا لا سبحان الله سبحان الله لا تحبدها شباب تونسي نعم تحبدها شباب تونسي لا تقابل برشا ناس في خدمتك نعم لا اقبال جمهوري لا التوقيت يمر طبعا ساعات العمل كثيرة؟ لا عمل فردي وجماعي؟ لا لا تسأل سؤال واحد عمل فردي؟ لا عمل جماعي؟ نعم هكا أحسن هكا تستعمل وسيلة نقل في العمل متاعك؟ لا تعمل في مكتب خاص؟ لا جينا نقترب من نهاية التوقيت انت مشربتش بكل ما عرفتش بلعت لسانك ما عندك سؤال طب مازال التوقيت متعب المهنة متاعك اي نعم هل تحب عمل؟ نعم عمل اختصاصي؟ لا المخرجين هدوء كبير ارجوكم بكل لطف بكل لطف عمل جماعي؟ نعم السؤال هذا ضغط علي قبيل وقدرتكم العمل جماعي تبع الموضوع بالله يتطلب خبرة يتطلب خبر يعني سبقة نعم يتطلب شهادات؟ لا انتهى التوقيت نبدا من اليمين الى اليسار شنو نوع المهنه صيدلي نوع المهنه ترزي نعم ترزي ترزي قلت صيدلي قلت ترزي خباز خباز حارس 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 ممثل ممثل جاوبوا صحيح لا الجواب غلط مش نشوفوا الشريط وعندك سي عبد الجبار الفوت تفضل سي عبد الجبار
ما عندي ملعب، ما عنديش خدمه اخرى باش نخدمها، ولا زعما برشا يقولوا خدام بلدي مثلا عنده خدمه اخرى، ثم اللي عنده ثم اللي ما عندوش. كل ليله تحاجه من اللحيه تنظم الامور. اه سبحان الله. تخرج منور معناها؟ لا ما خير، منور ولا انسان يخرج ممسخ حتى كي يشوفوا مواطن يعيفوا. هو ها مثلا سروال كي مكه تمسخ بالغابه مش ممسخش، قلت لي روح يلزمني كان مسخ برشا ناحيه مش مسخ جيب الخدمه بركة. الحزام هذا؟ الحزام هذا هم اعطونا سلعه جديده. اي معناتها على الخطر بر. على كرهب على كميونة على سبحان الله اللي خاف نجاه مال علاش عطيهم النوم. ثم برشا خويا يقول لك لا ماهمش يعني ما عندهم كي الحكايه فارغه شو معناها لبس بالاحمر انا باش نحشم من الخيان مثال ساحب وتعدى ولا ولد حومه لا ولا هي حاجه اجباريه هذيك اجباريه على خاطر يلزم الصاحب هذا يروح يستحوذ عليا غير. طول مثلا يقول خدمه النهار ما فيها عار خدمه الليل. خدمه النهار خدمه الليل هي هي خدمة الليل مكتوب هو لو كان كما نقولوا في الآية القرآنية وجعلنا النوم الليل سباتا والنهار معاشا بقينا مكاتب لنا باش نخدموا احنا في الليل. أما ثم من في نيته إنسان باش يرتاح في النهار ما يرتاحش كما يرتاح ساعتين في الليل خير له من أربع ساعات في النهار. ديما ثم شوية فهمت الله في النوم تعبين شوية. كنت صغير شكون ناوي تطلع تخدم؟ كنت صغير ما خممتش ما خممتش باش نخدم ما خممتش. حاز قلت زعما نوصل شويه الا غالب ما وصلتش الشيطنه نتاع صغر ما ربي سبحانه وتعالى ندمت عليها ايش ينفع ندم حتى كون ندمت ما عادش شنو انا باش ندم عليه شنو مشي مشي مع بدلت القرايه وحدك لا وحدي بطلت هكا الشيطنه نتاع صغر ركبت لك كيفاش الشيطنه لو جات ناجحين اللي دافعت زواج بنيات ان شاء الله ربي يتم على كل حبيب وحيدة في السنة الأولى حيدة في السنة الثانية ما عنديش يعني عرست مؤخر ما عرستش يعني عام 79 موفر كل شيء الحمد لله ديورتي الحمد لله الحمد لله ملكة أي ملكة ديورتي ملك ملكت ما أنا بنيتها وحدك أي بنيتها وحدي ما صح يعطيك عيشك إن شاء الله كل حبايب بخير منظم حياتك في الدار قضية الشهر أمورك بريقلة أموري بريقلة بالنسبة لي تليفزة في الدار شوية تاي عندي تليفزة وبرشا خويا نتفرجوا فيهم حتى كيما تقول كيفاش اللي ورا الكاميرا فهمتني جنود الخفاء ساعة ساعة يرحم والديك والله يصحى ولا يعطيك صحة الأبدان تشوفوهم لكن نتنوروا شوية بالخويانة من دي الله تبارك الله هم يخدموا تعبين فهمتني بإيجاز باختصار هل تعتبر أن المواطن مقدر مجهودكم ولا مش مقدر؟ ثم برشا تحس انت كإنسان تخدم ثم برشا مواطنين مقدرين مجهودنا ثم برشا مواطنين يعني موطين فينا شوية العين محقرانية شوية ساعة ساعة انسان ما يكونش متعمد باش يمس بشر ولا حتى يقرب وقربان كانه عنده حاجه يحسب فينا كانت سير حاجه لبانه ولا وسخه حتى على كتافه خممش وانت تخدم والله فوق الخدمه نخمم على خدمتي الساعه نخمم على خبز ولادي قبل كل شيء خبز اليوم دخلنا فيه للتلفزه هذا بركه لا والله والله توا حلفت والله فيه 66 يمين مش للتلفزه بركه فوق الخدمه نعرف الخدمه خممش في حاجه فوق الخدمه ما نخمم في شيء نخمم في خدمتي في خبز ولادي باش نصورها برك بعد ما نكمل الخدمه كساعه كي باش نخمم نخمم في حاجه اخرى باش ترتاح قيوه هكا لا لا كيفاش انسان عباره على سلاح توا هذا عباره على سلاح اذا كان انا نشد حيط باش نقعد انت لا ثم غيري ما يستنى فيا ورايا مانيش نخدم وحدي انت ما عطيتنيكش برشا لا ما نساش ما غير مزيه شنو اللي كان عليه ربي يعينك عايشك اسي نجيب عمل مسرحي من النوع الكلاسيكي وبدأ برنامج لو سمحتم منذ 3 أسابيع في التعاون مع المسرح الوطني لتقديم بعض الأعمال من الشباب المتعطش لمسرح أفضل واللي يقتحم ميدان الاحتراف واتفقنا مع المسرح الوطني على أن نواكب هذا العمل ونواكب هذه الاختبارات الترشيحية للاحتراف في المسرح الوطني لقاء هذا المساء سيكون مع عمل أعتقد أن الكثير يعرفه حتى في التعليم الثانوي يذكروا مليح ظن لو سيد شكون ما يعرفش هذا العمل على كل نفسح المجال لجمال الساسي اللي بشكون معاه الطاهر القروي في التوظيب العام
رودريك، هل أنت ذو شجاعة؟ لو قال لي هذا شخص آخر غير أبي لوضعته موضع التجربة فورا. يا للغضب الجميل، إني أحس بدمي في هذا الغضب النبيل. وهذا السيف، وهذا السيف الذي لم تعد ذراعي تستطيع حمله، أسلمه لذراعك لكي تنتقم وتعاقب. تعال يا بني، تعال يا دمي، تعال اغسل عاري وانتقم لي. مما؟ من إهانة بالغة تهدد شرفي وشرفك، من صفعة كان لابد للوقح أن ينال حياته ثمنا لها. ولكن حتى لا أخدعك، فإني مرسلك لقتال رجل يخشى جانبه، قد رأيته ملطخا بالدماء والغبار، ينزل الرعب أينما حل وسط جيش برمته، بالإضافة إلى كونه جنديا شجاعا وقائدا عظيما، فهو بالله عليك أكمل كلامك. والد شيمان، لا تقل شيئا، فإني على علم بحبك، ولكن ما استحق الحياة من عاش جبانا، ومهما كان المسيء عزيزا فإن الإهانة أكبر. باختصار، لقد عرفت الإهانة وفي يدك الانتقام، انتقم لي، انتقم لنفسك، واثبت أنك خير ابن لوالد مثلي. مطعون حتى أعماق فؤادي برمية مفاجئة بقدر ما هي قاتلة. يا لمن منتقم بائس في معركة عادلة وفريسة تعيسة لانفعال ظالم. أراني قد وقفت جامدا واستسلمت نفسي المنهار أمام الضربة القاتلة، وكنت قد أوشكت على تحقيق مرامي في حبي. يا إلهي، يا للكارثة الغريبة، في هذه الإهانة أبي هو المهان ووالد شيمان هو المعتدي. إن المشاعر القاسية تتقاذفني، فحبي يسلك الطريق المضاد لشرفي. لابد أن أنتقم لأبي وأخسر حبيبتي. الأمر الأول يثير ثائرتي، والآخر يشل ذراعي، وأنا ذا أجد نفسي مضطرا لاختيار رهيب، فإما أن أخون حبي أو أن أحيا حياة الجبناء، وكلاهما شقاء لا ينتهي. يا إلهي، يا للكارثة الغريبة، هل أترك الإهانة بلا عقاب؟ هل أعاقب والد شيمان؟ أبي، حبيبتي، شرفي، حبي، إلغام نبير عسير واستبداد حبيب. إما فناء لكل ما أهوى، وإما على كرامة السلام، إما أن أفقد سعادتي أو أصبح غير جدير بالحياة. وأن أيها السيف الذي يتمثل فيه الأمل العزيز القاسي، لنفس كريمة ولكنها أيضا عاشقة، أيها العدو الكريم لسعادة القصوى، أيها السلاح القاتل مصدر شقائي، هل أعطيت لي لأنتقم لشرفي؟ هل أعطيت لي لأخسر حبيبتي شيمان؟ لخير لي أن أعد إلى الموت، فواجبي نحو حبيبتي مثل واجبي نحو أبي، فسأثير كراهيتها وغضبها بانتقامي، وسأثير ازدراءها لو أني لم أنتقم. إنني في مفترق طريقين، أحدهما يجعلني خائنا لأحلى آمالي، والآخر يجعلني غير جدير بها. لا
هذا إلى يستشري كلما حاولت علاجه، وكل شيء يضاعف آلامي. هيا أيتها النفس، ما دام ليس ثم تبد من الموت فلنمت على الأقل دون توجيه أي إهانة للشمال. هل أموت دون أن أطالب بحقي وأسعى إلى موت يقضي على مجدي قضاء مبرما، وأرضى أن تشين إسبانيا ذكراي بدعوى أني فشلت في الدفاع عن شرف أسرتي؟ هل أحترم حبا ترى نفسي الضالة أنه مقضي عليه؟ فلا كف عن تلك الفكرة المضللة التي لا تزيدني إلا شقاء. هيا يا ذراعي، هيا يا ذراعي، ولننقض على الأقل الشرف ما دام ليس ثمة مندوحة من فقد الشمال. نعم لقد كان فكري مضللا، فإني أدين بكل شيء لأبي قبل حبيبتي، وسواء أمت في المعركة أو مت من الحزن فسوف أبذل دمي نقيا كما تلقيته. في غمرة خجلي من هذا التردد الطويل فلنضع حدا لآلامنا، ما دام أبي هو الذي أهين حتى ولو كان المعتدي هو والد الشمان. جمال وطاهر مرحبا بكم. طبعا هذه فرصة باش نقدمكم للجمهور بعد الاختبار اللي جريتوه مع المسرح الوطني. علاش الاختيار اولا لو سيد بالذات؟ اولا ايمانا منا بان الممثل اللي ما يتعداش بالكلاسيك ينقص الباس الارضية الارضية الارضية، فحبينا نبدا من البداية. قداش عندك مسرح انت؟ انا بديت بالهوات وانا صغير سمحام زقاتي في سوسة، وبعدين انتقلت للهواية مسرح مدرسي، فدخلت لي استاج طول بعمين في مسرح الوطني. بالنسبة لي كيفاش كانت التجربة هذه؟ تجربة جديدة، ولو أني معنا مريت بالمسرح المدرسي ثم مسرح الهواة ودخلت التربص هذا، ورغم هذا معنا كان في التربص عنا ورشة البحوث، ورش البحوث خدمنا فيها الأعمال الكلاسيكية، لكن ما خدمتش حتى مرة كلاسيك وقدمت معناها للجمهور. تعتقدش هذا النوع من المسرح فقدناه في تونس في السنوات الأخيرة؟ طبعاً طبعاً، النوع الكلاسيك الإنسان باش يشوف مسرحية عميقة، لأنه ثم أعمال كما لو سيد هذيا والترتيف وغيرها أعمال ما تموتش. خالد خالد، هذا ما مفقود في المسرح التونسي نظراً لعدة ظروف. مش كنت لا مش ندخل فيهم الجزيرة، محور كبير برشا. نعم ماذا بينا كان ترجع الأعمال هذه في تموت. أنا عندي لك ملاحظة بركة، هو سامحني السيف مرة جاية تاخذه بأكثر حدة، خاطر واحد كيهدد ما ياخذوش بلطف معناها. ها نظن هكا هذا مش واحد يبرك يتكلم بركة، يجب أن يفعل كما يفعل. يا سيدي بارك الله فيكم، وتشجيعاتنا لكما ولكل زملائكم. شكرا. أول مرة باش نستضيفوا في برنامج لو سمحتم الفنان الشادلي الحاجي. عسلامة الشادلي. قلت الشادلي الحاجي أول مرة في برنامج لو سمحتم، والفضل يرجع للفرقة القومية للموسيقى اللي مكنتهم هذه الفرصة باش نقترب من الشادلي الحاجي. في كلمتين الشادلي الحاجي من هو؟ الشادلي الحاجي فنان جديد تقريبا اقتحمت ميدان الفني مدة 3 أو 4 سنوات، برزت في صفة خاصة في السنة هذه. أنا اللي ودع عنها 86 سنة 86 مع الفرقة القومية مع الفرقة، وفي سنوات اللي سابقة كذلك ظهرت مع المعهد فرقة المعهد الرشيدي. علمت أنك تدرس الموسيقى؟ نعم. أستاذ ويدخل في المعهد الثانوي المنار. معهد ثانوي المنار معناها تلامذة كذلك في المعهد اي ومعهد شنو؟ كذلك في المعهد الخاص بالموسيقى في المنزه السادس. كل حال تلامذة بيشوفوا استاذهم يغني في برنامج لو سمحتم. كل حال حظ سعيد، والاغنيه من كلمات الشاعر عبد الحميد الربيعي والحان الفنان عبد الكريم اصحاب. اذا مع الشادلي الحاجي.
بعينك سيف الهدب ممضاه ممضاه غدار غدار فراق فراق بيني وبينك يا بنت قولي الواه الواه غدار غدار مجعول يحرزينك مجعول يحرزينك ولا الجدر رماه غدار 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 غدار
محدودة صبري وصل لحدودة دمعة ياسمة غدار 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 بديتش في جيبسكي بدي تغني انا عملت تجربه حتى دي اصيل جيبس الانطلاقه الاولى كانت من الشبيبه المدرسيه فاللجنه الثقافيه بجيبس ومنها انطلقت بالطبيعه كل حال اتمنى لك التوفيق وحظ سعيد وربي يحقق كل امانيك عايش. واملك بارك الله شكرا وكي. مره اخرى للشادلي الحاج شكرا للشادلي مباشره وكل اسبوع بحضور الشباب نحاول ان نحهم اكثر الشباب في عمليه ربما تنشيط البرنامج من الوجهة التي نراها نعتقد أن التنشيط اليوم قليل من الكلام كثير من الحركة وعندنا زوز مواهب في الأستوديو موهبة أولى من جندوبة شو اسمك؟ ناجية محجوبي ناجية محجوبي قداش عمرك ناجية؟ عمري 21 21 سنة أنا وسنة أعتقد سنة السابعة أداء من وقتاش بديت تكتب الشعر؟ من توليا 3 سنين هكذا 3 سنوات راسلت الصحف؟ لا ما ثم تعرف الصحافة اليومية والأسبوعية نصف الأسبوعية خاصة مساحات كبرى للشباب وثم حتى صحف عملت مهرجانات كما صحيفة الصداع عملة مهرجان كامل معناها في حيزور دار الثقافة حيزور نعم في كل عام في مهرجان كبير تشجيع المواهب على كل حال ربما تجيك الفكرة بداية من اليوم أنك شتنجم تسمعنا عندي قصيدة مناجات مناجات نسمع المناجات تفضل مناجات بعيد عن عيني ساكن قلبي يمشي على دربي وهو لا يدري وجهه بدر نطقه سكر عينه سحر لونه أسمر مالك حبي وهو لا يدري أحبك عمري تزيد في جرحي أرقة الزهر أنفحة العطر تعذب قلبي وأنت لا تدري يا رنة الأوتار يا رنة الأوتار يا أحلى أنغامي يا أعذب الألحان لأسمى فناني اسمع نداءاتي يا شمعة فجري ولا تقل يوما لم أكن أدري يا الله على كل هذا تشجيع من كلام ذا مكرتاج ومن جندوبة وإلى جندوبة الكل إن شاء الله تواصلين وتجتهدين إن شاء الله وإحنا نشجعوك لأنه أعتقد أن كل موهبة عندها الحق مش تتفجر عندنا شاب آخر من كرتاج ولو أنه ارتقى إلى التعليم العالي جاء منذ أقرب ثانية مسألش تاخذ ليش بلاصتها قلت له اقعد بحذانا خذها البلاصه ما زلت حيره حي ترزق انا كنا مجموعين كل مجموعين على الخير ان شاء الله ان شاء الله هو من باب الطرافه عنده هو شاعر خاص اول ما باش يحكي اليوم باش يحكي على توديعه للمدرسه وش خلاله من ذكريات تفضل نقدم نفسي الى الجمهور وان كان الكثير يعرفني محمد العزيز بن زكور طالب سنة أولى قالك ديما يشوش في القطار لا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في تونس جا اليوم كمشرف على شباب معهد قرطاج باعتبار أنه كان من التلامذة المتفوقين في هذا المعهد والإدارة اختارته
ليكون ضمن هذه البعثة. تفضل. وأكتب الشعر منذ حدثت سني. أنا من نظر في الحليب. واليوم إن شاء الله نودكم بقصيدة اسمها آه من البعد آه من الهجر. والقصيدة هذه ألفتها معناها عندما تحصلت على شهادة البكالوريا، سنين خذت شهادة البكالوريا. إن شاء الله مبروك. الله يبارك فيك. شيء بالبركة. يعيشك. إن شاء الله. القصيدة هذه القصيدة متفجرة من صميم فؤادي، وكتبتها في البحر البسيط الذي لديه يبسط الأمل كما قال الخليل. وأقول في طالعها: آه من البعد بل آه من الهجر، القلب يحرق والأعضاء لا تدري، والدمع يسكب والعينان ذابلة، والعقل ينصح بالنسيان والصبر. قضيت نيف أعوام بمعهدنا، ولت كحين مضى من طائل الدهر، وتلك سنة ربي في خلائقه، تمضي الليالي بحلو العيش والمر. ومن يشأ أن يقضي العيش في رغد، يكن حليما ولا يركن إلى الشر، ويطلب العلم كي تفتح بصيرته، وكي يخلص من جهل ومن ضر. يا قاصدا معهدا بانت محاسنه، هو حن بعل عظيم الجاه والقدر، أسكنه قلبك واعشقه فإن له نورا يلوح كنور الأنجم الزهر. بنيانه العالي ذا بال، وطابعه أضفى عليه جلابيبا من السر، حتى بدا تاج قرطاج وزينتها فوق الربا معلما للهدي والخير. ضم بنيه وقد جاءوه في شغف لنيل علم وخرق الوعر والعسر، فكان حقا أبا لخير عائلة ضمت ذوي العز والأمجاد والفخر. هم طالب العلم أشبال مدرعة، بالعلم درع ليوث الفوز والنصر. فيا حبيبا وقانا من شفا حفر، كادت تؤدي بنا للنعي والهول، كادت تؤدي بنا للهول والشر. والله والله لن أنساك ما بقيت روحي بجسمي قبيل مسكن القبر، ثم أصلي على خير البرية من نهى الأنام عن العصيان والكفر. على كل هالفقرة المتميزة للمشاركة الإيجابية للشباب، باش ننهيها بجو من المرح على السوس. هكا قصيدة السوس. السوس. أيوة. هذه القصيدة متاع السوس يا سيدي أهديها عامة إلى كل من قضى الليل في قلق وعبوس نظرا لإصابته بداء الزروس، وأهديها خاصة إلى أحد أصدقائي المنظر بالرحال وهو طبيب أسنان. عاد شنو نقول فيها القصيدة هذه؟ نحكي فيها على داء الزروس. ما تعرفوا في الشتاء تكثر زيعة الزروس، الناس كل تعري روسها، الرجال بلا شويش ونساء لعند ربي. عاد شنو نقول فيها القصيدة هذه؟ في البحر الخفيف الذي خفت به الحركات نقول فيها: يا طبيب الزروس رفقا بعبد قد أتاكم إلى العيادة جاري، يرتجي قطع دابر السوس من زرس يرن كرنة الأوتار. سكن السوس فيه طيلة شهر فغدا مالكا وليس بكاري، أتراه معمرا مثل نوح كي ترى فيه من زروس عاري، أبتغي طرده من الزرس حالا حتى أرتاح منه طول نهاري. قد يلاقي به من السوس أنثى فيود الزواج منها بداري، ويخوضان حب قيس ولبنى فترى منه ما ظنن وذراري. فيخوضان حب قيس ولبنى وترى منه ما ظنن وذراري، يفتكون بكل سن وزرس ويذيقونني عذاب النار. فأعيش على البرود طويلا وعلى ما يكون دثما وجاري، وأظل أرث المآكل حتى يظهر الدمع في خدود يساري. أين حلوى تدق بالزرس دقا حلوة اللون سهلة الانكسار؟ أين لحم بعظمه طبخوه ولتنتيشه يطول حواري؟ أين حمص وأين لوز وجوز وفواكه تطيب في الأسمار؟ أسأل الله أن يرحل عنا
كل سوس وعن عباد الباري، وأصلي على حبيبي إله اسمه الهادي مشرق الأنوار، صلى الله عليه وسلم. نقول دعوة ما أمكن إنجازها إلا منذ يومين، لأن المشاركة الأخيرة كانت في ديترويت في أمريكا، وصلت يوم الجمعة، ومن حسن حظها حسن حظ البرنامج أنها تكون في الموعد. أردت أن أعلن عن الفنانة صوفيا صادق. قديش قعدت أنت في ديترويت؟ قعدت شهر ونص. تعلمت؟ حتى كلمة؟ شوية. كان واحد يقول لك هاو دو يو دو، شو تقول له؟ سمعت هيش هذه هاو دو يو دو؟ ما عمرك ما قمت تسبح بكري. ليه دي ما قم مخر. مشاركتك في الفرقة القومية. الأغنية اللي بتساهم بها الليلة. الأغنية عندها دوعان. نحن عملت بها يعني التورني الكل مع الفرقة القومية. جولة. إيه. مع الفرقة. كلمات. القومية. كلمات شاعر حسونة قسومة والألحان الملحن عبد الرحمن العيادي. تو قبل ما تغنيوا على المسرح في أخبار الكواليس تعمل تجربة صوتية لصوتك؟ اي لازم. كيفاش راه كيفاش تعمل التجربة؟ خذ الميكرو قبل ما نسمعوا الأغنية. والله الأغنية مثلا نتاع البرنامج هذا هي انتظرتك. ايه هكا ولا ايه. قبل ما تدخل للاستوديو كنت تجرب في صوتك؟ لقيت بالصدفة سي عبد الكريم صحابي اللي مستانس ديما يعني لنا شوية بوكاليز قبل. ترى ورينا تجربة كيفاش تعملوا الفنانين قبل ما تدخلوا للاستوديو تطلعوا على المسرح. خذ الميكرو شوية برك. مثلا حاجات كيف هكا. انتظرتك صوفيا صادق. شكرا. Thank you.
شكرا لك صوفيا. تفضل صوفيا صادق. شكرا للفرقة القومية الموسيقى فردا فردا. شكرا لك أستاذ حمادي بن عثمان. ذكريات وأيام جميلة وحكايات ولا ألف ليلة
ذكريات أيام جميلة وحكايات.